دخل السباق نحو مونديال الأحلام منعرجه الأخير، الأيادي على القلوب والأفواه تهمهم بجل لغات العالم، كل يغني لوطنه في آخر بروفة قبل أغنية الحسم. آنذاك كل سيغني على ليلى في مشهد كرنفالي لا يتكرر كثيرا في عالم الجلد المدور. والجديد هذه المرة أننا سنغني منبت الأحرار بعد غياب دام زهاء 20 سنة. مشرق الأنوار الساطعة تذيب جليد مجموعة وصفها العارفون بمجموعة الموت. منتدى سؤدد ومجد لكل أبنائك الشرفاء يا وطني. حين رفع اسم المغرب لاستكمال نصاب المجموعة الثانية، أدرك الكل أن المنافسة ستكون ضربا من المحال. منتخبات عتيدة أرادت تفادي الإسبان، لكن رياح الآسور أبت إلا أن تجمع الجيران أسبانيا والبرتغال، بطل العالم وبطل أوروبا في خانة واحدة. والخصم الثالث ضيف ثقيل في ميزان القارة الصفراء، إيران. اكتملت بذلك عناصر الحبكة الدرامية لمسلسل من 6 حلقات، نهايته في ميزان المنطق مرور الأيبيريين الأقوياء، وفي ميزان الكرة الواقعية والتحدي. ولأن الأقدار ليست دائما قاسية، فضربة البداية وربما تكون ضربة النهاية، تضعنا في مواجهة الضيف الآسيوي، والذي إن لم يكن من ذوي التاريخ المونديالي المشرق، فزياراته كانت تخلف في كل مرة ندوبا في جسد المجموعات التي لعب بها. بالنسبة لنا فهي مباراة لا تقبل غير احتمال وحيد، الفوز وخطف 3 نقاط. مباراة الجمعة، مباراة تأهيلية قبل أن تكون مونديالية. بدون نقاطها الكاملة نضيع مرة أخرى في متاهة الحسابات الضيقة مع من لا يرحم. ارتفع منسوب الأدرينالين قبل الموعد المنشود، جاء قبل أوانه بكثير، ويوم الجمعة ستبلغ الأماني منتهاها، وككل مرة ستعبث كرة القدم بأعصاب مريديها لساعة ونصف قبل الإجابة على كل التساؤلات بالخط العريض. آخر مشهد للوطن كان من مونديال فرنسا، دموع الطاهر والرفاق كانت شاهدا عن أكبر المؤامرات في تاريخ الكرة الحديثة. واليوم بجيل جديد من المواهب نقصد بلاد الروس لكتابة صفحة جديدة في ذاكرة الكرة المغربية. بلا دموع وبلا حسابات سنمضي قدما، 3 مباريات ب3 عناوين، التأهل، التحدي، الإنجاز، شعارنا في كل مرة، المستحيل ليس مغربياً.